حياكم الله. غابت لعقد من الزمن لتعود وتجلب معها الانفراج في مكان والتعقيد في مكان آخر. إنها مجالس المحافظات التي تحولت لصراع على المناصب بدل التنافس على الخدمة. ففي كركوك مثلا غاب التوافق بين المكونات، وفي ديالة عقدة ما تنفتح حتى لو طرحنا مرشح تسوية لقيادة المحافظة. فهل سينتهي هذا السيناريو قريبا؟ أم أن قدر هذه المحافظات أن تعيش في فراغ إداري وقانوني وسط فوضى المواقع الإدارية وتردي البنى التحتية؟ وبعد أن سكتت أصوات الحوارات لم يتركوا للحديث بقية. رغم مرور أكثر من شهرين على إجراء الانتخابات المحلية في العراق، لا تزال محافظتي كركوك وديالى بلا مجالس بسبب الصراعات المستمرة بين الأطراف السياسية، أثر بشكل كبير على استمرار تقديم الخدمات وعرقلة المشاريع الخدمية، وهو أمر يتقاطع مع قانون مجالس المحافظات. يعني لحد الآن بعد مرور 3 أشهر أو ربما 4 أشهر على انتهاء انتخابات مجالس المحافظات، يعني لم يتشكل لا المحافظ ولا مجلس محافظة لا في كركوك ولا في ديالة. معناته القائمين والفائزين بهذه الانتخابات هم ولاءهم ليس للمحافظة ولا للعراق، ولكن فضاء يعني إخلاصهم إلى الإثنيات وإلى يعني المذهبيات. لا قضية أمنية مستقرة ولا خدمات مستقرة، والآن المحافظة شلون يقول يعني ركود من المواطنين، يعني المن باعون يروحون المحكمة الاتحادية. الصراع السياسي في محافظة كركوك ما زال قائما، حيث تتنازع المكونات الكردية والعربية حول منصب المحافظة، وكل طرف سياسي ما زال متمسكا برأيها، وإن مبادرة السودان حول جمع الأطراف المختلفة للتواصل إلى حل لا تزال دون تقدم. يعني الجميع يتفق انه موضوع كركوك هي مشكله عقيمه اصبحت، يعني خاصه بعد عام 2003 الكل تتكالب على كركوك، ليس فقط لمواردها النفطيه، وانما هنالك يعني شعور لدى الجانب الكردي انه كركوك هي يعني كردستانيه. واحده من هذه المشاكل والخلافات اعتقد اليوم ما بين العرب والتركمان والكرد في كركوك، الخلاف ليس فقط على اختيار مجلس المحافظة وإنما أيضا على اختيار المحافظ حقيقة. وبالتالي أنه هاي الصراعات الحزبية والقومية اللي هذا يجب أن يكون هنالك حلول واقعية من قبل الحكومة والاحتكام إلى الدستور وإلى القانون. عقدة تشكيل لحكومة ديالى وكركوك المحلية تستعصي حلها بسبب الخلافات حول توزيع المناصب، ولا حلول تلوح في الأفق حتى اليوم رغم المباحثات المستمرة من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. تابعنا وإياكم تقرير الزميل شيبان سامي عن أزمة تشكيل المجالس المحلية في كركوك ومحافظة ديالى. وللحديث عن ملفنا الأول نرحب بضيوفنا الكرام الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعيد البدري، حياك الله. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. وعضو تحالف عزم في محافظة كركوك الأستاذ عزام الحمداني، حياك الله أستاذ عزام. أهلا وسهلا بحضرتك. أبدأ معك أستاذ سعيد ونتحدث عن معضلة كركوك وديالى، ليش لحد الآن الخلاف مشتعل على أوجه في هاتين المحافظتين؟ رمضان كريم عليكم وعلى جميع المشاهدين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ من حيث انتهى تقريركم اللي تحدث عن معلومات كركوك تحديدا وديالى أيضا، بعض التفاصيل وبعض المعلومات بالتأكيد لم تكن دقيقة، باعتبار أنه مبادرة السوداني فيما يتعلق بكركوك هي مبادرة متفاعلة وماشية بطريقة، هذه معلومات للمشاهدين الكرام قد يكون ما مطروحة. عندنا بلجنة اسمها لجنة التنسيق بين المحافظات اللي تتولى عملية التنسيق بين المحافظات والحكومة الاتحادية للمشاريع الاقتراحات التعارضات إلى آخره. هذه الأيام فيما يتعلق بكركوك تحديدا، السيد السوداني اقترح أن تقدم أو يقدم كل مكون من المكونات ورقة بمطالبه فيما يتعلق بحسم
موضوع المنصب المحافظ وايضا المناصب الاخرى اللي هي النواب المحافظ والمعاونين والمستشارين والى اخره، وايضا ورقه بالمطالب لحل هذه الازمه اللي هي سببها حقيقه مرتبط بمكون من المكونات او جزء من مكون. كل من يحيد النار القرصته. خلينا نتكلم احنا قبل ما تتكلم ورقه المطالب ايش راح تتضمن اذا كل مكون يريد منصب الاسد في هذه المحافظه؟ احنا ورقه المطالب تتضمن رؤيتهم في اداره المحافظه بناء على الاستحقاق الانتخابي. يعني اليوم انا عندي مثلا في المكون الكردي عندي ايش قد انا كم 16 مقعد في كركوك، ال 16 مقعد حصه الاتحاد الكردستاني 6 مقاعد او 5 مقاعد، حصة الديمقراط الكردستاني مقعدين، اللي جاي يثير هذه القضية هو الاتحاد الكردستاني، يعني عنده مقعدين ومأزم وضع المحافظة بشكل رئيسي. الاتحاد الوطني الكردستاني عفوا الديمقراطي لديه مقعدين بارتي. الاتحاد لديه 5 مقاعد. زين الديمقراط الكردستاني وجهة نظره بهذا الشكل، طبعا بدينا نفكك هذا الموضوع، وجهة نظره كالآتي: انه تصير انتخابات برلمان كردستان او انتخابات كردستان، وعلى ضوءها نعرف نقاطنا، ويحاولون يربطون كركوك بملف انتخابات كردستان في قفز على الوضع الدستوري لكركوك اللي هي منطقة. يعني الله يخليك هسه محافظة كركوك التأخير بها على مود حزب واحد يريد المناطق، هي هاي القضية. احنا مو يعني بس على مود البارتي يريد مطالب وحضرتك توصفها مو بالدستور. احنا نتحدث على قضية اسمها اليوم اكو صراع واكو قضية محاولة فرض إرادات. السيد السوداني اللجنة قال لهم اقعدوا على صفحة، أنا راح أصدى لهذا الموضوع وأدير الملف بشكل مباشر، كل واحد يقدم لي ورقة إدارته للمحافظة شلون نديرها، نجي نتقارب ونقعد باجتماعات ونحل على هذا الموضوع. قد يكون به تجاوز على بعض السقوف الدستورية والتوقيتات. هاي راح نفصلها أستاذ سعيد. بس اسمع وجهة نظر أستاذ عزام، حياك الله من جديد. ونتحدث عن المشهد السياسي في كركوك، اكو غياب للتوافق بين العرب والتركمان والاكراد، من يتحمل المسؤوليه استاذ عزاء؟ يعني بالبدء هي طيبه لك ولمشاهدي قناه كركوك، وايضا شكرا لضيفك الكريم. يعني لا شك كركوك مدينه عراقيه، وبالتالي هي مدينه مكونات. كركوك لا يسكنها بيت اجتماعي واحد، فيها بيت سياسي عربي اجتماعي، وكذلك بيت كردي وبيت تركماني وبيت مسيحي. وبالتالي كركوك منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظه لا تعيش حالة اجتماعية موحدة، لا توجد في كركوك بوتقة انتخابية. هناك 3 اتجاهات تختلف عن بعضها. العرب يعتقدون وينظرون لأن هذه المحافظة بأنها محافظة عربية وأنها ذات أغلبية، وأن إناطة مصر محافظة كركوك إلى القرار السياسي الكردي سوف يرجع بالمحافظة إذا ما كانت عليه قبل فرض القانون ومنتهنيش وإقصاءه. كذلك القرار السياسي الكردي أيضا يعتقد بأنه جزء مهم من هذه المحافظة ويشكل أغلبية وفق أغلبياته، وبالتالي هو ايضا يعتقد بان مصر محافظه كان له قبل عمليه فرض القانون، وبالتالي اليوم هو يسعى الى استرداد هذا المصر. كذلك المكون التركماني يشعر ايضا يجب ان يكون له الحق في اداره المحافظه اسوه بالمكون العربي التركماني، وبالتالي اعتقد وجود عامل الخوف وغياب الثقه السياسيه هو من اي استاذ عزام كذا بهذه الاتجاهات. ايضا كركوك مدينه، نعم سؤالي إليك، طبعا هو الصوت راح بالكلمتين الأخيرة بس وضحت الفكرة. أستاذ عزام هسه المشكلة عربية لو كردية لو تركمانية، المشكلة وين؟ إحنا مو أكو نتائج محلية أفرزتها الانتخابات، ليش ما الكل يتمسك بنتائج الانتخابات؟ ليش الآن أكو قفز على هذه النتائج؟ وحسب ما تحدث أستاذ سعيد قال البارتي يريد يستحوذ على كل شيء، شنو صحة هذه المعلومة؟ سيدتي العزيزة هو ماكو قفز على نتائج الانتخابات. العرب استطاعوا ان يحققوا استطاعوا ان ياتوا ب6 مقاعد، المكون الكردي استطاع ان ياتوا ب7، انضاف لهم المكون المسيحي وهو مقعد، المكون التركماني اتوا ب2. العرب استطاعوا ان يحققوا اغلبيه مريحه، كذلك المكون الكردي استطاع ان يحققوا اغلبيه مريحه، بالتالي لا توجد اغلبيه حاسمه حتى نكون امام مساله حصن. استاذ عزام فقدت الاتصال معه. إذن يقول العرب عندهم أريحية بالمقاعد، طيب ليش ما يتحدون ويا أي مكون آخر ويأخذون الأغلبية؟ إحنا قلت لك وجهات نظر، هذه وجهات النظر. هسه أنا ما أنا بعد بطبيعتي ما أحكي دبلوماسية، أنا خلي أحكي بالقلم أو بالقلم العريض باللسان المفتوح. إحنا فيما يتعلق بكركوك، مدينة كركوك مدينة مختلطة، بها أعراق، بها قوميات،
طيب. مكونات اجتماعية. هذه مشكلة كركوك تعطينا تصور عن مدى يعني الأنانية اللي موجودة في بعض مراكز القوى التي تحاول أن تقفز وأن تعقد. يعني مثلا بس اسمحي لي أنا خلي أفصل. من هي القوى الأنانية؟ احنا خلينا نتحدث عن هذا. يعني أنا مثلا لما يجي واحد يطرح لي ملف اتحادي المفروض يناقش في ائتلاف إدارة الدولة ويناقش على مستوى اتحادي ويطرحه ويربطه بكركوك، هذا مو صحيح. أو مثلا أن يربط وضع كركوك بوضع إقليم كردستان بهذه الطريقة، وكركوك انتخاباته أنجزت وتمت، ومو من مصلحة لا الكرد ولا العرب ولا التركمان أن يتعقد المشهد في كركوك. طيب لماذا هذا التمسك ولماذا نسير بهذا الاتجاه اللي هو اتجاه تعجيزي وبكسر إرادات؟ اليوم إذا أكو واحد أو أحب على مستوى المكونات مثلا نقول التحالف الكردستاني، هو حتى التحالف الكردستاني في داخله خلافات، في داخله صراعات وصراعات عميقه. سعيد. بالنتيجه هسه انت حضرتك تقول اتحدث بالقلم العريض، بالقلم العريض هي نعم. امزجه سياسيه. نعم امزجه سياسيه. لو انتخابات ونتائج انتخابات. انا قلت في البدايه انه الاتحاد الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي عنده مقعدين يحاول يفرض ارادته بهذه الطريقه. هسه انا هذا الكلام يعني خلي ينقدوني عليه او خلي يقولون هذا الكلام مو حقيقي، يعني لما يربط مثلا عوده البيشمركه بقضيه تنصيب المحافظ انه يا بريد نرتب القضيه الفلانيه، وصلت يعني حتى من الحلول اللي انطرحت هذا قد يكون ما طالع للاعلام انه يا تعالوا خلينا نسوي ثلاث بلديات او اربعه، بلديه شمال كركوك وجنوب كركوك وشرق كركوك وغرب كركوك وكل بلديه البلديات لمكون من المكونات. هاي دستوريه. هسه احنا هذا نقول كحلول طرحوها من اجل خدمه هذا الناس. هذا حل دستوري الغطاء. لا مو دستوري. هسه احنا شو نقول؟ احنا نقول وجهها او ظاهرها انه يا احنا نريد تخدم الناس وتصير اربع بلديات باربع اقسام في كركوك، لكن باطنها هي ارادات، انا مثل ما لذاك لفلان نطي الي هم نفس القضيه. اذا وجهه نظرك صحيحه وانت متاكد من هذه المعلومه، خب ليش راحوا للانتخابات؟ هاي مقترح. هذا مقترح. من اقترحها؟ هذا مقترح هسه ماشي من ضمن الحلول اللي يمشون بها. زين ادري ليش راحوا للانتخابات؟ ليش ما سووها مجالس وهذا تابع للاكراد تركمان عرب وخلاص؟ اكو شيء يصير بدون انتخابات؟ شلون انا اعرف حجم المكونات؟ يعني اذا واحد يدعي يقول انا ابو كركوك كركوك، شلون اعرف انه ابو كركوك بدون انتخابات؟ بس انت قلت انا عندي نتائج وما مشوا بها. لا يمشون بها، هسه احنا قلنا احنا في طور الحل، اليوم السيد السوداني القوى السياسيه البعض الزعماء الحكماء دا يمشون بهذا الموضوع ودا يتحلحل، بس قصدي انه المفاوضات يعني بطيئه وبها هذه التعارضات واللي ان شاء الله تنحل خلال الايام المقبله. بطيئه مو يصير قفز على المدد الدستوريه؟ هسه هذه المدد الدستوريه اكو مراعاه لخصوصيه كركوك، واحنا اليوم بالعراق حقيقه مو بس بالعراق في المنطقه عموما عندنا تحديات كبيره، وينبغي والكل اليوم ادرك في لحظه معينه انه ان هذا التعطيل مو مصلحتنا ويجب ان يحل ملف كركوك وبقيه الملفات حتى نمضي بين تحديات امنيه كبيره موجوده على مستوى الاقليم وعلى مستوى منو ادركها استاذ سعيد؟ حتى اليوم كركوك منطقه جدليه ودائما تشعل خلاف في اي برنامج حواري، بس احنا ما نحكي على ارض الواقع، اي برنامج حواري يكون بكركوك يشتعل خلاف. هسه طيب غير الحكومه تكون جاده، الاطراف السياسيه جاده لانتشال الاوضاع في كركوك؟ هسه احنا قلنا طرحت الاوراق سيئة. الأوراق تضمنت، هذه الأوراق راح توحد، تصير تقارب في وجهات النظر، هذا اللي يسعى له السيد السوداني وقادة الكتل السياسية بما فيهم، هسه قد يكون يقول لك واحد الإطار شو له علاقة، بما فيهم قادة الإطار داخلين على خط هذه الأزمة لحلحلتها من أجل المضي قدما يعني خلينا نقول نمضي بمشروعنا السياسي. حضرتك قلت اكو كتل أنانية، أكثر كتلة أنانية في هذا الموضوع هي اللي تعرقل. هسه احنا من نقول كتله عندها اثنين وكتله عندها سته، هسه يعني منو اللي عنده اثنين؟ اسالني انا اسالك منو عنده اثنين؟ احنا الحقيقه الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعامل مع الموضوع يعني بشكل حاد، ويعني اكو حقيقه محاوله لخلق ازمه وان شاء الله نعبر هذا. هذا فيما يتعلق بكركوك. زين ودياله؟ فيما يتعلق بدياله تعرفون انه دياله دخل الاطار التنسيقي واللي هو معنا اليوم واللي هو صاحب الاستحقاق في دياله، والاطار التنسيقي يعني كل مكوناته اللي دخلت في المحافظات بشكل منفرد بائتلافين او حتى في دياله اللي دخل بائتلاف واحد، صارت في الفتره الاخيره اجتماعات على
مستوى قياداته، وصارت القضية اللجوء للنقاط، أغلب القوى أخذت استحقاقاتها، واليوم المنصب بحسب ما التفاهمات أنه لدولة القانون، وماضين في تسمية أو التوافق. حسب التفاهمات آخر الأخبار السيد هادي العامري طرح مرشح تسوية. هسه هذا مرشح التسوية راح يقبلون به لو دولة القانون ما راح تقبل المنصب. المنصب من حصة دولة القانون حتى وإن كان هذا المرشح مرشح تسوية. زين راح يرضون بقية الأطراف بمرشح التسوية هسه من دولة القانون؟ هو هذا حل هو ليس مو تسوية متفق عليه. وهذا منه الأكثر مرشح لهذا المنصب؟ أنا ما عندي أسماء حقيقة، ما عندي أسماء، لكن أنا أقول أنه المنصب من حصة دولة القانون. حتى السيد هادي العامري مقتنع وتحدث عن هذا بأنه منظمة بدر وتحالف نبني خذوا استحقاقهم بالكامل، والقضية ماشية بهذا الشكل. وتعرفون أنتم صار كلام وحديث وتأول وروح وجيب، بس بالنهاية المنصب لدولة القانون والمناصب الأخرى ستحسن. أنا ما أعرف من أول الحديث وعلى أي أساس أول الحديث. حضرتك تقول أول الحديث، ليش أخذت الأمور هذا الجانب المظلم في محافظة ديالة؟ ديالة تعرفون خاصرة بغداد، الديالة وضعها وخصوصيتها الأمنية حقيقة تتطلب من الجميع أن يتنازل من أجل أن نمضي. ديالة حاول البعض أن يضع أن يكرس وأن يجعلها عقدة ثانية من أجل لا تحل، لكن القيادات السياسية مدركة لذلك. كثير من الأطراف، سواء كانت هذه الأطراف إقليمية وأطراف حتى داخلية، تحاول أن تعقد المشهد في ديالة وتجعل ديالة بؤرة للصراع، وتحاول أن تثير الحساسيات المذهبية والطائفية بين مكونات ديالة. أنتم تعرفون جنابكم الكريم أنه قضية ديالة بهذه الخصوصية، وحتى الأحاديث اللي أثيرت في الإعلام أرادت أن تركز على هذا الجانب وأن تضرب وحدة الإطار، وهو الإطار داخل في قائمة واحدة. يعني باليوم الإطار في ديالة ما داخل بأكثر من قائمة، بقائمة واحدة. حاولوا أن يزرعون هذا على مستوى القيادات. هناك حالة من التفاهم أخيرا، صار عتب وكلام. هسه هذا الكلام أول، يعني قبل بالقيادات ما كان أكو تفاهم. هسه احنا ما نوقف عند كل كلمه. اكو صار لا 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 لازم نوقف. حضرتك في برنامج نحدد بيه كل كلمه. انا بخدمتك، انا بخدمتك، بس انا ايش اقول؟ انا اقول انه القضيه بالمحصله النهائيه سابقا قد يكون من كل واحد يروح باتجاه، تدخل الاعلام وتدخل اطراف سياسيه، وواحد يطرح وجهه نظر والاخر يطرح وجهه نظر اخرى، يفهم من القضيه انه في حاله خلاف، والبعض تحدث عن انه صارت مثلا حاله استفراد، صارت حاله تفرد، صارت عدم العوده للاطار في اتخاذ القرار، وهذا الكلام فسر. هاي كان اعلام لو حقيقه. هسه هذا في بعض اعلام في بعض حقيقه، يعني هسه مرات مره احنا نقول ماكو تقاطعات، لا اكو تقاطعات. هسه حتى اذا نجي خلينا نجي للاطار، الاطار هل هو مؤسسه لو مجموعه قوى مؤتلفه؟ مجموعه قوى مؤتلفه، وحتى باجتماعاتهم لكل زعيم او زعامه من الزعامات قوى من القوى راي تطرحه في اجتماعات الاطار، وبالنتيجه يوصلون. يعني شنو الواحدهم هسه على دياله وقدموا مرشح تسويه؟ يعني هو كانت اكو وجهه نظر معينه انه ديالة من حصه بدر، وانه بدر عندهم خبره وتجربه وكذا، وجمهور ايضا اللي الاكثر الناخبين هم جمهور متحالف نبني، ومن هذا الحديث اللي صار. بالنتيجه لما اجوا وزعوا النقاط، وكل مكون من او عفوا كل قوه من القوى الاطار اخذت استحقاقها، بقت ديالة الاقرب من هو الاقرب لها اللي هم دوله القانون، ومشت الامور باتجاه دوله القانون، وصار اتفاق بانه لدوله القانون. بقت شخص اللي رشح دوله القانون منه، طرحت مجموعه من الاسماء، اكو اسماء اخرى معترضه. ما اقدر اقول هاي الاسماء، انا والله ما تحضر الاسماء بصراحه بالصريح، يعني ما بيها مو سر هي، لكن انا يعني مثلا قضيه مثنى السامراء وزياد السامراء، عفوا مثنى التميمي وزياد التميمي والى اخره من الاحاديث اللي صارت. لكن اذا صار الاستحقاق باتجاه دوله القانون انا بعد اقدر اطرح هذا الاسم. فبقت خيار دوله القانون، اذا ما اتفقنا او اذا دوله القانون ما اتفقوا مع مكونات دياله في دياله، هسه ممكن واحد يطرح مرشح تسويه، ممكن نستشير فلان، ممكن نراعي خصوصيه معينه. بالنتيجه المعني بهذا الموضوع هم دوله القانون. متجهه للتعقيد لو للحل؟ لا للحل ان شاء الله، قريبا جدا. حضرتك قلت كركوك مشكلتها انها عراق مصغر وبيها هواي مكونات، ودياله الخاسره الرخوه لبغداد، حضرتك ذكرت هاي. طيب مضت اكثر من 20 عام على الخلافات والنزاعات الطائفيه، اليوم بعدنا نرجع للمربع الاول
والله إذا الإعلام شوش بكلمتين بين مكونين سنة وشيعة، نرجع للمربع الأول. ما المفروض اليوم الشعب والقوى السياسية عندها وعي كبير لتجنب هذه الحالات؟ يعني القضية لا، يعني قلت وذكرت هذا وحكيت وسولفت، قلت أنه بعض السلوكيات لا تخلو من أنانية ولعب على التناقضات. يعني لما اليوم تجي قوة من القوى تحاول أن تفرض خطاب معين، تحاول أن تفرض سلوك معين، تحاول أن تفرض واقع معين على الآخرين، أي؟ تستغل بعض الظروف سواء كانت تجيش الشعب، لأنه الباب مفتوح. لو كان باب الإشاعة مغلق ما كان انتشرت بهذه الطريقة. احنا في بلد ديمقراطي، وهاي الأمور واردة. وإذا كان ديمقراطي المفروض نتخطى بعض هذه الأمور. بس احنا في نظام السياسي اليوم يعني مشاكلنا أقل بكثير من مشاكلنا في الدورات السابقة، وهذا يؤشر لوجود نضج. طيب اسمح لي أن أرحب بالأستاذ عزام من جديد. أستاذ عزام أعتذر من حضرتك ولكن انقطع الاتصال. نتحدث عن مبادرة السيد السوداني، وين وصلت وهل نجحت بتقريب وجهات النظر؟ يعني مبادرة السيد محمد الإشاعة السوداني هي تحمل تفسيرين. التفسير الأول يتعلق بفلسفة السيد محمد الإشاعة السوداني ومدى إمكانية السيد محمد الإشاعة السوداني بإيصال رسائل. الرسالة الأولى هي للقرار الدولي الذي لربما قد يكون حاضر في كركوك، وتحديدا القرار التركي. الكل يعرف بأن قبل المبادرة التي أطلقها السيد محمد الإشاعة السوداني كان هناك تدخل من وزير الخارجية التركي فيما يتعلق بموضوع منصب محافظ كركوك. كان أعتقد السيد محمد الإشاعة السوداني أدرك جيدا بأنه عليه أن يكون حاضر في كركوك وأن كركوك مدينة عراقية وأن ملف السيادة هو ملف مهم، وبالتالي كركوك هي ملف داخلي. أيضا استطاع أن يصل رسالة إلى أهالي كركوك بأن كركوك محافظة عراقية وأن الحكومة الاتحادية حاضرة وأن كركوك سوف تحت إشراف رقابة الحكومة الاتحادية. أيضا سيد محمد الإشاعة السوداني هو سعى إلى إزالة عامل الخوف وعامل غياب الثقة السياسية الذي تواجد لدى أطراف المعارضة السياسية. طيب سيد محمد الإشاعة السوداني هو يمتلك نصف من الحل. نعم. أما النصف الآخر هو بيد القوة والأحزاب السياسية. هي هنا النقطة. بيد القوى والأحزاب السياسية. هسه اليوم المكون العربي خير من الله عنده مقاعد، ليش ما يتحد مع أي مكون مثل الاتحاد أو البارتي أو مع المكون التركماني ويحل هذا الخلاف وخلاص؟ يعني المشكلة تكمن بأن هناك في كركوك معادلتين، معادلة الشارع العربي ومعادلة القوى والأحزاب السياسية. الشارع العربي هو متمسك بمصر محافظة كركوك، أما القوى والأحزاب السياسية العربية لربما قد تتعاطى بإيجابية، لربما قد تتفاوض، لكن قد يفسر بأن ذهاب مصر محافظة كركوك والتصويت لصالح القرار السياسي الكردي قد تتهم تلك الأحزاب من الشارع العربي بأنها أعطت هذا المصب للقرار السياسي الكردي، وبالتالي تتهم في الخيانة. سلطة المكونات في كركوك هي أعلى من سلطة الأحزاب. يبقى مسألة مصب محافظة كركوك هو بحاجة لنتحقق النصف زائد واحد، أي بأن العرب والكرد والتركمان عليهم أن يأتلفوا وأن يشكلوا كتلة الفائزة داخل المحافظة حتى يتمكنوا من الذهاب لمصر محافظة كركوك. لكن لا شك أستاذ عزام، قبل لكن من فضلك، إذا تقول سلطة المكونات أعلى سلطة، إذا ليش نلجأ للانتخابات؟ ما كانت المكونات هي أسست لها مجلس محلي وفضت الموضوع من البداية؟ لا يعني في كركوك لربما المعادلة تختلف. في كركوك عندما تدار المحافظة من قبل محافظ كردي هذا ينطي شعور بأن كركوك تدار بطريقة كردية. المواطن العربي تترسخ في ذهنيته بأن إناطة المحافظة قرار سياسي كردي بأن كركوك محافظة كردية، وكذلك حتى المكون الكردي عندما تدار كركوك من قبل محافظ عربي سوف يعملون ويتهمون قرارهم السياسي بأن كركوك سوف تدار بطريقة عربية. كركوك مدينة دويلات، لا توجد في كركوك بوتقة واحدة لحد هذه اللحظة منذ عام 2003، لا توجد ثقة ما بين العرب والكرد والتركمان. كركوك مدينة معقدة ومدينة ليست سهلة، بالتالي أعتقد هذا الاختلاف في الرؤى والرؤى الاجتماعية وحتى الرؤى السياسية هي من جعلت هذه الفجوة تتواجد داخل كركوك. طيب. ومثل ما أسلفت دخول السيد محمد الإشاعة السوداني على خط الأزمة هو من أجل إزالة عامل الخوف الذي يتوفر لدى المواطن العربي والمواطن الكردي وحتى التركماني بأن كركوك هي سوف تبقى محافظة متكاملة الأطراف. أعتقد مثل ما أسلفت أن من يعقد المسألة في كركوك هي لغة المكونات ولغة الشارع الذي ينظر إلى منصب محافظة كركوك بمزيد من الأهمية والاعتبار. لا، هي مو بس الشارع يعرقل، هي الكتل السياسية اليوم
تعرقل هذا الموضوع، مو فقط الشارع، الشارع لو تجي أي حاكم من أي كتلة سياسية ولكن يوفر الخدمات للمواطنين، خب المواطن ما راح يعترض. لكن مشكلة كركوك أنه كركوك جدلية، كل من يقول مالتي، العرب يقولون مالتي، تركمان يقولون هذه تابعة لنا، البارتي واليكتي، فيجب أن يكون هنالك حل توافقي. لكن سؤالي، هل أنتم اليوم متجهون لتكوين 4 بلديات في محافظة كركوك؟ بلديات يعني إيش يعني بلديات؟ بلديات كما تفضل الأستاذ سعيد، قال كل واحد يكون بلدية تابعة للأكراد، للعرب، للتركمان وللمسيحيين، هل أنتم متجهون نحو هذا الحل؟ لا لا، ماكو هذا يعني، ماكو هذا هاي الفكرة يعني، ما موجودة في كركوك يعني. يعني أنا أعتقد يعني بلديات يعتقد بلديات خدمية، بس يعني أفهم الفكرة بالذات، أنا ما استمعك يعني. تسمعني صوتي واضح؟ أسمعك، شو أقصد بالبلديات يعني، بلديات حول إيش؟ بالبلديات يعني؟ تحديدا دوائر خدمة، إحنا ضربنا مثل، هذا أي. مثل قلنا يعني حتى على مستوى الدوائر البلدية هناك مقترح أنه تصير بلدية جنوب كركوك وشمال كركوك حتى تقدم الخدمات وتدار، قد يكون أستاذ عزام سمعت أستاذ سعيد؟ لا فهمت الفكرة. لا شوفي ست، في كركوك الموضوع سياسي، يعني الموضوع مو موضوع خدمي. في كركوك الناس تنظر إلى القرار السياسي السيادي، يعني هو الخلاف فقط على مصر محافظة كركوك، الكل في كركوك يعني. هسه في كركوك أغلب في أكو دوائر هي بيد الكرد ودوائر بيد التركمان، لا يوجد اعتراض من قبل المكون العربي، لكن منصب محافظة كركوك هو منصب حساس ومهم منذ عام 2003 ولحد عملية فرض القانون. منصب محافظة كركوك شكل جدلية في كركوك، وبالتالي الكل يتخوف، الكرد يتهمون العرب بعد فرض القانون بأن محافظة كركوك الحالي هو يمارس ممارسة عربية قومية شوفينية بحق الكرد. زيان. والعرب ايضا لديهم ادله بان اداره المحافظه استاذ عزام اذا تسمعني، من الاقرب اليوم لشغل منصب المحافظ في كركوك من اي كتله؟ لصالح القرار السياسي الكردي اعتقد. هي المعادله بهذا الشكل. اما فيما يتعلق بموضوع البلديات لا اعتقد يعني هذا الموضوع مو ذات اهميه. طيب تتوقع منصب المحافظ من اي كتله راح يكون؟ يعني شوفي ست، هو هناك اكو مقترح، الجبهه التركمانيه تقدمت بمقترح تدويل منصب المحافظ كركوك الى العرب والكرد والتركمان على يعني لكل مكون له الحق ان يدير المحافظه لمده 14 شهر، وهذا المقترح هو حقيقه هو مقترح الجبهه التركمانيه. المكون العربي لحد هذه اللحظه والقرار السياسي العربي هو متمسك بمنصب المحافظ، وحتى الكرد لحد هذه اللحظه لا يوجد اي اتفاق رسمي فيما يتعلق بمنصب محافظة كركوك. حتى السيد محمد الشياع السوداني هو لما دخل على خط الأزمة كان يتصور أنه في الجلسة الأولى والثانية سوف يحسم الموضوع. حتى السيد السوداني اليوم دخل في أزمة في مسألة كركوك. كركوك مدينة معقدة، كل الحكومات السابقة لم تكن قادرة على حل مشكلة كركوك، وبالتالي أعتقد السيد محمد الشياع السوداني أيضا اليوم هو في حالة من الإحراج. هو مثل ما أسلفت لا يمتلك السلطة على القوى والأحزاب السياسية، ويمتلك نصف من الحل لكن النصف الثاني بيد القوه، بالتالي اعتقد ان السيد محمد الشياع السوداني ايضا هو ربما يعني داخل في قضيه كركوك. نعم. لكن هو يحاول انه يعمل وضحت الفكره على جدا هذه المشكله. ايضا السيد محمد الشياع السوداني تقدم باكثر من مقترح. نعم. المقترح الاول ان القوه في كركوك ان ارادت مناصب تنفيذيه على مستوى وكيل وزير فانه سوف يكون قادر على تلك التلبيه تلك المناصب على مستوى بغداد، هذا الخيار. ايضا السيد محمد الشياع السوداني يشاع انه لربما سوف يعمل إناطة أحد الوزراء بإدارة المحافظة، لكن مثل ما أسلفت أن السيد محمد الشياع السوداني هو الآن حائر في ملف كركوك المعقد. نعم، شكرا جزيلا عضو تحالف عزم في محافظة كركوك الأستاذ عزام الحمداني، حياك الله. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به المحلل السياسي الأستاذ سعيد البدري. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. نبدأ وإياكم ملفنا الثاني بهذا التقرير عن حلقة اليوم، والعراق يحتل المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا في مؤشرات تلوث الهواء خلال العام الماضي. لنتابع هذا التقرير. We'll be right back.
يعني بخصوص التلوث البيئي الموجود هسه، هذا الشيء بديهي انه يصير بالمجتمع مالتنا وبلدنا بالضبط اللي عايشين به. ليش؟ بسبب يعني المصانع المنتشره او غير منتشره، المصانع اللي ما عندها رخصه، بالاضافه للسيارات المنتشره بكثره. يعني بالعاصمه مالتنا كم سياره موجوده هسه، بالاضافه عندك التعداد السكاني المبالغ به بالعاصمه. ويعني عندنا هواي مصانع داخل الاماكن السكنيه احنا، يعني اللي نتمنى انه من الحكومه تدخل بهذا الشيء، او على الاقل نساعد بعمليه التشجير اللي تقلل من هذا سبب التلوث اللي دا يصير بالعراق. اذا نواجه هسه مشكله كثره السيارات، كثره المصانع، كثره نحرق النفايات، هذني كلهن دا تاثر على البيئه والعوادم الجويه. التلوث اللي جاي يصير بالعراق بالبلد هو كله سببه كثره السيارات. المفروض زين شكو مصانع بالعراق، شكو مصانع بالعراق زين، تكون وزير البيئه يفتر شخصيا عليهم زين. ليش؟ لانه وين مكان اجوا بنا له مصنع، اجوا بنا له معمل، اجوا بنا له فد وما فاد المواطن العراقي. وللحديث عن ملفنا الثاني في حلقة اليوم ينضم إلينا مدير قسم مراقبة الكيماويات في وزارة البيئة الأستاذ لؤي صادق مختار، حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا بحضرتك. العراق الأول عربيا بمؤشرات تلوث الهواء خلال عام 2023، كيف تقرأ هذه المؤشرات كجهة مختصة حضرتك؟ شكرا جزيلا، حياك. انه ما قدرت يعني اوصل بسبب يعني ظروف المطر عاصفة اليوم منعتني اقدر اوصلكم، فلهذا فضلنا ان نكون لقناتكم الموقره، وتحيه للجماهير والناس المتابعين اللي يتابعون هذا البرنامج. حياك الله. الموضوع بشقين اساسيا، الاول هو اول الخبر نفسه او التايتل او المصدر العلمي ومدى وقعه، يعني او شلون نفسره من الناحيه العلميه وشنو المصدر لهاي المعلومه، والجزء الثاني هو واقع الواقع البيئي للعراق. احنا يعني حتى ما يكون مناقشتي للمصدر هي معناتها انه انا دا اعترض عندنا اثار بيئيه خطره ولازم نتابعها. يعني هو اكيد اكو تلوث في العراق، ومو بس في العراق، في كثير من البلدان بالعالم تعاني من تلوث الهواء، ولكن اكيد في الهواء اكو في العراق اكو حاله محدده. ولكن حتى ناخذ الخبر نفسه، الخبر العراق هو بالمرتبه السادسه عالميا والاولى عربيا في هذا الموضوع. طبعا هذا المعلومه هي مبنيه على اساس تقرير قدمته شركه، الشركة اسمها IQR، هاي شركة ألمانية مقرها في سويسرا، شغلها هي التسويق لمنقيات الهواء. يعني هو بالأصل عندها منتجات منقيات هواء للمنازل والمناطق ويعني والأبنية، فهذا شغلها هي أن تروج لموضوع تلوث الهواء. فأولا هي مو جهة علمية رصينة ولا مستقلة ولا أمم متحدة. هسه وضحت الفكرة بشركة IQR. طيب سؤال لحضرتك، ما هي طبيعي يكون ماكو تلوث بالعراق، ليش هي وين المعامل وين المصانع حتى تكون اكو مؤشرات على وجود تلوث في العراق؟ لا ابدا، انا قلت انه اكو جزئين راح نحكي بهن بشكل منفصل. يعني اذا تسمحي لي هذه ايضا يعني خلي نوضح شنو التقرير هذا، شنو مكوناته. يعني ببساطه عاده نوعيه الهواء تقيم، نوعية الهواء يسموه المحيط، يعني الهواء اللي مختلط يعني مكان فسيح وإلى آخره، تقيم من خلال خمس مؤشرات أساسية. واحد من ذن المؤشرات هو مؤشر مهم وحساس يسموه الدقائق العالقة، يعني الغبار والقطيرات السائلة اللي تكون صغيرة جدا بحيث تكون عالقة في الهواء ما تترسب، اللي يكون قطرها اقل من 2.5 مايكرومتر. طيب هذه شويه خطره لانه لها قدره ان تدخل الى داخل جسم الانسان، الى داخل الرئتين وتوصل الى مكان عميق. هذا واحد من خمسه. الاربعه البقيه اكاسيد الكبريت، اكاسيد نيتروجين، الاوزون الارضي والمركبات العضويه المتطايره واول اكسيد الكربون، فصارن سته.
هم بالتقرير هذا يركزون على الدقائق العالقة. الدقائق العالقة جزء منها يكون بسبب بشري المنشا، وجزء بسبب لا بشري أو طبيعي أو نتيجة التصحر والغبار المتطاير وغيرها. يعني أحيانا يكون لها دور. طيب إحنا عندنا عوامل التلوث صناعية لو طبيعية أستاذ لؤي؟ نعم، عناصر التلوث عندنا طبيعية لو صناعية، يعني تلوث مولدات لو بسبب التصحر والعوامل الطبيعية الأخرى. لا خلي أوضح لك، هذه الدقائق العالقة تحديدا هي تكون مشتركة من مصدر بشري ومصدر بشري. يعني مثلا حرق الوقود يولد بعض الدقائق العالقة اللي تكون صغيرة الحجم وتبقى بالجو، هذا أيضا هذا مصدر بشري. لكن أيضا مصدر آخر اللي هو الغبار المتصاعد نتيجة تصحر الأرض وتكسرها أيضا جزء من هذه المشكلة. يعني وللأمانة العالم الآن يعاني من هذا الارتفاع فيها، خصوصا المناطق اللي بها جفاف وشبه جفاف. هذه وضحت فيما يتعلق بتلوث الهواء أستاذ لؤي، حتى أستثمر ويا حضرتك. نعم. الوقت تلوث الأنهر احنا نعم تلوث الأنهر. نعم. بحسب إحصاءات رسمية من وزارة البيئة العام الماضي وصلت إلى 90%. نعم. بسبب تصريف مياه الصرف الصحي أجلك الله أو ما يعرف بالمجاري بدون معالجة. زين هذه النسبة بعدها لو تغيرت، هذه مو تمثل قنبلة موقوتة؟ وأعتقد نسبة 90% كبيرة جدا، ماكو دولة بالعالم مثل دولة العراق يفرغ مياه المجاري أجلك الله بالأنهر. أنا أتفق ويا حضرتك اتفاق يعني مهم، أنه أكو مشاكل بيئية تتطلب الحلول، وأكو خطط واستراتيجيات أطلقتها الحكومة في العام الماضي، استراتيجية الحد من التلوث لغاية 2030. هذه المفروض المشروع أنه تحد من التلوث. خلنا نجي عليها واحدة واحدة. بالنسبة للهواء مرحلة المشكلة، ما تزال إحنا عندنا مشكلة بالهواء، لكن البيانات والاعتماد على مصدر غير علمي أو غير عالمي هو مو صحيح. يعني كإطلاق الخبر ما كان دقيق 100%. أكو عدة وسائل للفحوصات وأكو جهة حكومية تقدر تعطينا الموقف مع الهواء، بس أكو تلوث، مو ماكو تلوث. بس أنت كمختص بأسباب متعددة ومختلفة. بالنسبة للمياه الصرف الصحي أنا ما سامع يعني أنه أو طيب. ماكو واحد يقدر يقول 90% أو ينطيك رقم، لكن أنا أقول لك الرقم الحقيقي. الرقم الحقيقي هو أنه أنا عندي خدمة صرف صحي لا تتجاوز 36% بالعراق. المفروض الخطة أو الخطط اللي وضعتها الحكومة بدعم إنشاء مشاريع صرف صحي، معالجة صرف صحي وشبكات مجاري منا إلى 2030 توصلنا إلى 70-80% خدمة. يعني أنا عندي 6 مليون متر مكعب، يعني إذا نحسبها على السنة تطلع لها 2 مليار متر مكعب تقريبا، يعني بحجم كمية المياه يعني مال السد صغير. هذه ال 2 مليار او 6 مليون متر مكعب ترجع للانهر او تتصرف بدون معالجة. هذا طيب. جزء من المشكلة الكبيرة. هذه طبعا قبل بالسابق من عندنا اطلاقات ماء عالية، هذه ممكن تتخفف، واحنا عندنا في نمو سكاني مستمر، معناه راح تزيد عندنا الانتاج. نعم. مال او تولد هذه المياه الصرف الصحي. فشنو المطلوب من الجهات الحكوميه؟ طبعا يعني انا ما الوم مثلا اشغال البلديات هي اللي تقوم بخدمه الخدمه، لانه هذا الصرف الصحي جاي من المواطنين. لكن انا اقول انه الحكومه المفروض انه تكثف العمل، يعني تضع اولويات طيب. للبلد لوضع مشاريع موازنه للمشاريع. نعم. اللي تعالج الصرف الصحي وتمنحها للمحافظات. طيب. او لي يعني للمحافظات كموازنات او لدوائر المجاري والاشغال البلديات لتقوم بعملها. يعني احنا المشروع. نعم. حتى ننجزه، بس اسمحي لي، مشروع الصرف الصحي حتى ينجز يراد له 3-4 سنوات. الشبكات كذلك. يعني انا عندي مثلا حاله مثاليه في محافظه كربلاء، اشتغلوا طويل الما أسسوا بنى تحتية صحيحة للصرف الصحي. الآن عندهم مشروع كبير يتحمل منا 20 سنة
النمو السكاني، كل محافظة كربلاء تنصدم. طيب أستاذ لؤي، أنا أعتذر على مقاطعة حضرتك، ولكن حقا أريد استثمار الوقت مع حضرتك وأريد أن أحصل على أكبر قدر من المعلومات. يعني إحنا اليوم كلنا سمعنا خبر أنه العراق عالميا المرتبة السادسة والأول عربيا بنسبة قليلة بنسبة التلوث. طيب هسه حضرتك تقول هذه النسبة مو صحيحة، أنا أعطي لحضرتك المساحة لتوضيح هذه النقطة. العراق إيش قد ملوث حضرتك؟ نعم. لا بس إذا تسمحي لي، أنا خل أوضح لك آلية الاحتساب. طيب. هم معتمدين على محطة لقياس الهواء واحدة موجودة في السفارة الأمريكية، بياناتها إذا يشاركوها وياهم. فهم تكلموا عن بغداد، لأنهم ما عندهم قياسات خارج بغداد. فأساسا هم معتبرين بغداد من المدن الملوثة بالدقائق العالقة تحديدا. نعم. يعني مو بأكاسيد الكبريت، مو بشيء، مو باقي البيانات. هذه أيضا لما تجين على التسلسل مال المدن، العفو، مو كبلدان، فتلقيها هي أصلا بغداد صار بالتسلسل 196، لأنه مثلا أكو أكثر من مدينة في الهند، 10-15 مدينة في الهند في بعض البلدان هي أعلى من بغداد تلوثها. طيب. ولكن كبلد أصبحنا بهذا التسلسل. هذا حسب طبقا لبيانات مقدمتها شركة، هي مو جهة مرجعية حتى تقيم لي. احنا عندنا مجموعة محطات، تعرفين انت الهواء في الريف يختلف، في المدينة تختلف، في مكان مكتظ سكانيا او بأنشطة معينة تختلف نوعية الهواء من مكان لآخر. مع هذا عندنا يعني مشاكل كبيرة ومهمة بتلوث الهواء. طيب. الازدحامات وعدد السيارات الكبير والمولدات هذا سبب عبء كبير على تلوث الهواء. طيب. إضافة إلى وجود مصانع في بغداد مثل مصفى الدورة ومحطات الكهرباء الرئيسية اللي طبعا السكان زحفت لهم، وللحد الآن ماذا يقومون بإجراءات لتحسين واقعهم البيئي، يعني طيب. يضيف له معدات المفروض ليخفف الانبعاثات مالته أو يعالجه. هسه تحدثنا عن تلوث الهواء وتحدثنا عن تلوث الأنهر، لكن الآن راح أناقش ويا حضرتك موضوع جدا مهم. نعم. العراق يسجل حالات كبيرة بإصابات السرطان بسبب التلوث، هسه تلوث إشعاعي ممكن، أبرز المناطق المتضررة بهذا الأمر وكيف يمكن الحد من هذه الحالات؟ حسب تقرير طبعا المناسبة، احنا من نقول حالات كبيرة يراد أن يعني نسند كلامنا إلى إحنا يعني حتى نقرب الموضوع. أكو عندنا مجلس الأعلى للسرطان تابع لوزارة الصحة. نعم. وبي أعضاء من أكثر من جهات، هذا يسجل السرطانات سنويا. بيقول لك إيش قد عدد إصابات لكل 100,000 نسمة. العراق بحدود عدد المسجل في المعدل العام بحدود 100 إصابة، 100 وشوية أو أقل أو أكثر لكل 100,000 نسمة. 100 إصابة كل 100,000 نسمة يصير بهم 100 إصابة في أحدث تقرير للتسجيل السرطاني في العراق. والغريب أيضا من يعني أو اللي ملاحظ من هذا التقرير أنه أعلى نسبة إصابة مسجلة للسرطان هي ليست في الجنوب، يعني ليست في البصرة مثل ما يشاع. فاحنا اليوم طبعا نشوف حالات السرطان، يعني نشوف انه اعلى نسبة سرطان. لا نعم، وين حضرتك اعلى نسبة في العراق مصابين بالسرطان؟ اعلى نسبة في اخر احصائية اللي هي 22 يمكن اللي صادر رسميا، اعلى نسبة في اقليم كردستان. في المرتبة الثالثة او الرابعة في الفرات الاوسط. بعدين تجي البصرة. وبغداد ايضا من المحافظات اللي بيها تسجيل عالي للسرطان. هذا التوزيع احيانا يرشدنا الى انه يجوز لانه اكو مراكز علاج للسرطان، فده يصير تسجيل عالي في هاي المناطق اكثر من المناطق الاخرى. طيب. بشكل عام هذه النسب المسجله في العراق هي يعني اكو بلدان متقدمه بيئيا في العالم مسجلة أعلى بكثير من هاي النسب، يعني مثل الدول الإسكندنافية عندهم نسبة السرطان أكثر من هذول الدول اللي حضرتك تتحدث عنهم. هذول عندهم نظام صحي متطور، يعني يقدرون يحصون كل إصابة في بلدهم بالسرطان.
اليوم احنا في العراق ما عندنا هذا النظام الطبي المتطور، ممكن يعيش مع هذا المرض ويموت وهو ما يدري. ربما انا اتفق ويا حضرتك، احيانا معناتها قد يكون التسجيل عندنا يراد ان نهتم به اكثر ونطوره اكثر، هذا شيء وارد جدا. حاولنا احنا في اكثر من حالات، يعني بنصير عندنا احنا نطلب من الناس اذا اكو منطقه معينه، قضاء معين، ناحيه او قريه عندهم مشكله يعتقدون اكو مشكله سرطانيه، احنا عندنا فرق سوينا يعني عندنا اليه تسجيل، نطلع نسجل على البيوت، عندنا استمارات بالتعاون مع وزاره الصحه باكثر من جهه، استمارات صحيه نسوي جرج في هاي المنطقه بشكل كامل ونسوي مسح بيئي لها ونتحقق هل اكو عوامل بيئيه سواء كانت اشعاعيه. باخر سؤال حضرتك نحاول نعم باخر سؤال وباختصار لانه بالفعل وقت انتهى. وزاره التخطيط اوصت كم يوم بفحص البضائع او فحص بضائع ما يسمى بالباله او الملابس المستخدمه، لانه قد تكون مواد مشعه، شنو صحه هذه المعلومات؟ ممكن تحدثني باختصار؟ باختصار احنا عندنا لجنه، وهاي اللجنه احنا مشتغلين من زمان، مرتبطين بلجنه الشؤون الاقتصاديه من ايام 2013. احنا حاولنا المواد المستعمله تكون محدوده جدا اللي نسمح باستيرادها. اكو فحوصات طبعا بالنسبه للملابس لابد ان تكون معفره بمبيدات بحيث تكون معقمه، ولازم اكو شهاده صحيه مصادق عليها، وايضا لابد انه يكون المبيد المستخدم هو مبيد لا. امن وغير محظور عالميا، هذا الشرط من الشروط. اما باقي المنتجات فاحنا ضد اي منتج بلاستيكي او يعني يعتبر نفايه او نفايات او منتجات الكترونيه مستعمله تدخل البلد، فهذا المفروض ممنوع محظور تماما. شكرا جزيلا. ادوات الاحتياطي التيارات والمكائن والمعامل نعم. هذه مسموح بها طبعا بشرط انه يكون ضمن عمر تشغيلي مناسب وما تكون عباره عن نفايه يعني نعم. ترهق اقتصادنا. شكرا جزيلا يعني. مدير قسم مراقبه الكيماويات في وزاره البيئه الاستاذ لؤي صادق مختار، كنت ضيفي عبر سكايب، شكرا جزيلا وحياك الله على كل ما تفضل. قبل أن أروح وياكم للموجز الخبري، خلونا نستعرض وياكم أبرز الآراء الموجودة في منصة إكس حول الأنواء الجوية لهذا اليوم، وكلنا شفنا الأمطار واللهم يجعلها أمطار خير إن شاء الله. حصلنا لهذا اليوم بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. الشيخ أمام حمودي والسفير الإيراني يبحثان توسيع التعاون وتنسيق مواقف المنطقة لإدامة دعم صمود غزة. السوداني يؤكد حرص الحكومة على إزالة المعوقات التي تعترض عمل الشركات الإيطالية. المالية النيابية تعلن العمل على إعداد قانون جديد للملاك يتماشى مع متطلبات سوق العمل. النزاهة الحبس 5 سنوات لمدير في وزارة الإعمار والإسكان تسبب في هدر المال العام. وجهاز الأمن الوطني يعلن الإطاحة ب9 إرهابيين وتدمير إحدى المضافات في 3 محافظات.
شكرا على كرم المتابعة، تصبحون على خير.